الكويت وسيطة بين إيران والسعودية قبل إتمام اتفاقهما، ووزير الخارجية السعودي في طهران للقاء مسؤولين وإعادة فتح سفارة بلاده. دور بارز لعبته الكويت في عودة العلاقات السعودية الإيرانية مؤخراً هو ما أدلى به القائم بأعمال السفارة الإيرانية في دولة الكويت إبراهيم نوروزدي. صحيفة القبس الكويتية نقلت عنه قوله إن الكويت كانت من بين الدول النشيطة في استئناف العلاقات بين طهران والرياض وفي توقيع اتفاقهما بالعاصمة الصينية بكين. وفي السياق أشار نوروزدي إلى أهمية العلاقات بين الدولتين الإيرانية والسعودية وإلى أثارها الإقليمية والدولية، وكذلك أشار إلى الجهود المتعددة التي بذلت في إطار مبادرات الوساطة. تلك المرحلة تم اجتيازها على حد تعبير القائم بأعمال السفارة الإيرانية في الكويت وسط ترحيب إقليمي ودولي بالاتفاق الذي أبرم بعد قطيعة دامت منذ العام 2016. إلى ذلك عقب نوروزدي على الإعلان عن زيارة سيجريها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى إيران، معتبراً أنها تأتي في إطار تبادل الوفود بهدف مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها. نوروزدي أضاف أن إعادة الافتتاح المتبادل للسفارات والبعثات السياسية والقنصلية لكل من إيران والسعودية هي خطوة مهمة نحو تنفيذ اتفاق بكين. أما عن هذه الزيارة فقد تم الإعلان عن قدوم الوزير فيصل بن فرحان إلى إيران في 17 من حزيران يونيو الجاري لتشييد ودعم العلاقات بينهما. وكالة تسنيم الإيرانية نقلت عن مصادر لم تسمها أنه من المقرر أن يلتقي بن فرحان بمسؤولين إيرانيين، كما ستتم إعادة فتح السفارة والقنصلية السعوديتين. يذكر أن إيران كانت قد أعادت فتح سفارتها في السعودية في 6 من الشهر الجاري بشكل رسمي وبحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين. تجدر الإشارة إلى أن طهران والرياض انقطعت علاقتهما عام 2016 بعد هجوم متظاهرين في إيران على البعثات الدبلوماسية السعودية على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر. العلاقات تمت استعادتها بواسطة الصين، وعليه تم نجاح الاتفاق بين الدولتين الذي لا تزال نتائجه تتبلور وتظهر إلى العلن.